الفيلم حول الأربعينيات شوي؟ هي أربعينية لإثارة انتباه العالم بأن الإرهاب الحقيقي وأكبر أنواع الإرهاب هو ما يجري على أرض فلسطين. هذا وزير لم يكن يفعل أكثر من أنه كان يرش شجرة زيتون على أرضه، ووقع اغتياله وهو يقوم بهذا العمل الحضاري المدني. ورغم ذلك مع كامل الأسف رأينا أبا الإرهاب الدولي نتنياهو يتصدر مسيرة باريس التي قيل بأنها ضد الإرهاب. نحن من هذا الموقع نقول كلنا زياد أبو عين وليس شيئاً آخر، ونقول بأنه إذا كان من إرهاب يجب محاربته ويجب وضع حد له على المستوى العالمي، هو الإرهاب الصهيوني. ما مدى تأثير أحمد شارلي هيبدو على القضية الفلسطينية؟ لا، هي أحداث شارلي هيبدو أظهرت للعالم مدى ازدواجية المعايير في تناول القضايا. يعني قبلها بقليل كان اغتيال الشهيد زياد بوعين، لم تقم الدنيا ولم تقعد. طبعا نحن ضد الإرهاب الذي جرى في فرنسا، لكن أيضا وأساسا نحن ضد الإرهاب الصهيوني.